بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معاكم دكتور عصام قنديل. النهاردة المحاضرة التانية في مادة أساسيات إنتاج محاصيل الحقل، Principle of Field Crop. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه هو علم المحاصيل، ومين المتخصص في المحاصيل، ونشأة المحاصيل، والموطن الأصلي للمحاصيل، و بابلوف والعالم بابلوف اللي قسم المناطق لثمان أقسام. اتكلمنا عن توزيع المحاصيل والعوامل المؤثرة على توزيع المحاصيل. النهاردة بقى جزء مهم جدا، هنتكلم عن تقسيم المحاصيل. أولا لما بنلجأ لعملية التقسيم، من فوائده ان هو بتسهل لي في عملية الدراسة ومعرفة الاختلافات بين كل النباتات وبعضها. وقلنا ان كل نوع من المحاصيل او كل نوع من كل صنف المحاصيل او كل محصول من المحاصيل الحقل، سواء كان بيستخدم غذاء وكذا وملبس، في كمية معلومات كتيرة جدا عنها. وبالتالي لما يحصل عملية تقسيم بيسهل عملية معرفة هذه المعلومات وتنظيمها وكيفية الاستفادة من هذه المحاصيل. عامة النباتات بصفة عامة بتتقسم إلى نوعين، تقسيم نباتي وتقسيم زراعي. والتقسيم النباتي طبعا النباتات تتبع العائلة النباتية، وعلى أساس كده قسمنا التقسيم النباتي البوتانيكال كلاسيفيكيشن، وده أكثر التقسيمات شيوعا ويفيد، يعني هو أكثر إفادة للبريدر، البلانت بريدر أو مربي النباتات. والتقسيم ده يعني غير مفيد للمنتج الزراعي او الفلاح او المزارع، ولكن هو مفيد للمنتج النباتي، خاصة جماعة بتوع التربية، علشان المزارع المستثمر يعني ما يلزمهوش ان هو يعرف دي نباتات عيلة بقولية ولا نجلية ولا صليبية ولا مركبة ولا ملبسي خبازية. ويبنى هذا التقسيم على أساس التركيب الظاهري أو البوتينيكال ديسكريبشن أو المورفولوجيكال ديسكريبشن، التركيب الظاهري أو المورفولوجي. وأهم جزء في النبات اللي هو لا يقبل أو لا يتأثر بالظروف البيئية هي الزهرة. الستراكشر بتاع الزهرة بتاع أي نبات لا يتغير بتغير الظروف البيئية، ويعتمد أساس التقسيم النباتي على الشكل المورفولوجي، ومن الشكل المورفولوجي ده اللي هي الزهرة. من التقسيم ده وصل العلماء، وصل البحث العلمي والعلم والعلماء إلى تراكم كمية كبيرة جدا من المعرفة والمعلومات، ومكننا او مكن العلماء ان هو يستخدمه استخدام على كروموسومات مقارنه الشفره والترانسجينيك النباتات المهندسه الوراثيه والتحليل الكيميائي للدي ان ان الدي ان ايه. فدي مميزات او اهميه التقسيم النباتي. فالتقسيم النباتي عملوا ايه بقى؟ جمعوا مجموعة المحاصيل أو النباتات المتشابهة مع بعض في الصفات المورفولوجية وتركيب الزهرة في مجموعة واحدة سموها السبيشيز اللي هي النوع. والنوع ده يعتبر وحدة التقسيم النباتي، وهو بيحتوي على مجموعة من النباتات متشابهة مورفولوجيا كما تحتوي على نفس عدد الكروموسومات. ثم بعد كده هيزيد الاختلاف شوية،
فحطوا الانواع المتقاربه في حاجه تانية، في حاجه اكبر اسمها جينس، اللي هو الجنس، ودي تقل تشابه، درجه التشابه تقل ايه بين الافراد الجنس، ويجمعوا اما تقل التشابه كمان حطوها في فاميلي، ثم الفاميلي حطوها في حاجه كبيره كده اسمها الاوردر، ثم الاوردر حطوها المتشابهه حطوها في سب كلاسز، ثم كلاسز، ثم ديفيجن، ثم فايلم، فايلم، ثم يعود الى البلانت كينج دام او المملكه النباتيه. والكلام ده هيظهر بعدين. او الناس اللي درست نبات خاصه في سنه اولى عرفوا ايه جاي، لو انا من بلانت كينج دام، المملكه النباتيه او مملكه النباتات، يجي بعدها ال 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 الفالي فايلم، وبعد كده الديفيجن، وبعد كده الكلاس، وبعد كده السب كلاس، بعد كده الاوردر، بعد كده الفاميلي، بعد كده الجينس، بعد كده السبيشيز. ده الترتيب من فوق لتحت. من تحت لفوق العكس بقى، سبيشيز وبعدين جينس وفاميلي واوردر وسب كلاس وكلاس وديفيجن وفايلم قبيله والبلانت كينج دام. يبقى ده التقسيم النباتي. وبعد كده ظهر عالم سويدي اسمه تشارل يونس سنه 1853، ده اللي عمل لي التسميه الثنائيه العلميه اللي لا تزال معروفه في داخل كل العلوم، سواء كان علوم علوم زراعة أو علوم بصفة ساينس، بصفة إيه، بصفة عامة، علوم حشرات وهكذا. أي كائن حي، بكتيريا، فنجاي، بلانتس، أنيمالز، أي كائن حي تسميته ترجع إلى لينيوس اللي عمل لي إيه، قال لي أي اسم علمي بيكون من جزئين، جزء اسم الجينس الجنس، والجزء الاخر اسمه السبيشيز. والجينس بتبقى اول حرف منه كابيتال، والجزء الثاني يكون كله، والجزء الثاني اللي هو سبيشيز كل الحروف تبقى ايه، سمول او حروف صغيره. والكلام ده هيتضح اما نديكم مثال في الاخر. عموما عموما المملكة النباتية بتقسم إلى أربع مكونات، هما النباتات الثلوثية والنباتات الحزازية أو الحزازيات والصرخاصية أو الصرخاصيات والبذرية. والبذرية قسموها، طبعا الكلام ده خدناه في النبات، من المملكة النباتية تضم النباتات الثلوثية أو الثلاثيات، الحزازية أو الحزازيات، الصرخاصية أو الصرخاصيات، النباتات البذرية. وهي النباتات البذرية دي تعتبر أوسع أقسام العائلة بلانت كينجدم، المملكة النباتية. وتقسم إلى النباتات البذرية معارات البذور، والنباتات البذرية مغطاة البذور. يبقى عندي نباتات معارات البذور ونباتات زي الصنوبر والنباتات مغطاة البذور، وهي النباتات الأكثر انتشارا و بتقسم إلى نباتات أحادية الفلق ونباتات ثنائية الفلقة ونباتات عديدة الفلقات. النباتات أحادية الفلقة اسمها مونوكوتوليدون أو مونوكوت، الاختصار بتاعها الجديد مونوكوت. والتانية اسمها دايكوتوليدون أو اسمها دايكوت. ودي اللي هتهمنا وأكثر انتشارا وهندرسها، أحادية الفلقة وثنائية الفلقة. لو أنت جيت تسمي أي نبات محصول بيبدأ من البلانت
كينجدم، بعد كده الاوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز، فرايتي، لاينز، سينجلز. زي القطن كده مقسم الى زي ما احنا بالشكل ده. الاوردر بتاعه مالفيلز، والفاميلي مالفيسي، الجينس جوسيبيوم، السبيشيز باربادينس او هيريستيوم، والفرايتي جيزا 80 او جيزا 85 لحد جيزا 97. التقسيم اللي بعد كده التقسيم النباتي او اجريكلتشر كلاسيفيكيشن، ويقسم التقسيم اسف انا خلصت من التقسيم النباتي. التقسيم اللي بعد كده اسمه التقسيم الزراعي اللي هو اجريكلتشر كلاسيفيكيشن، ويقسم لعده اقسام اسس، منها هذه التقسيمات. وممكن اطلع لما نيجي نتكلم دول اهم الاسس اللي بتقسم على التقسيم الزراعي، ولما اجي اتكلم ممكن هطلع كمان تقسيم او اتنين على حسب كفاءته في استخدام ثاني اكسيد الكربون، او على حسب كفاءته انتاج ثاني اكسيد الكربون، وعلى حسب كمان استخدامه الكفاءه التمثيليه. فدول اهم حاجه، وهنتكلم على لو ظهر حاجه قدامنا او افتكرناها. على حسب الاستعمال الاقتصادي، على حسب طبيعه النمو، على حسب الموسم الزراعي، على حسب الاستعمال الخاص، على حسب الاحتياجات المناخيه، على حسب عمق الجذور، على حسب الاستعمال الاقتصادي. وده اهم تقسيم في التقسيم الزراعي، او بيسموه التقسيم الغير نباتي او الزراعي. قسمناه على حسب الاستخدام بتاعه، محاصيل الحبوب ومحاصيل البقول ومحاصيل الزيت ومحاصيل السكر ومحاصيل الالياف. محاصيل الحبوب نسبة كربوهيدرات عالية، وبتستخدم في غذاء للانسان بنسبة كبيرة جدا او الحيوان، و اللي هي القمح والارز والذره الشاميه والذره الرفيعه والسرجم والشوفان، كل ده محاصيل من محاصيل الحبوب. اللوجيوم كوبس اللي هي محاصيل البروتين العالي، محاصيل البروتين العالي اللي بتعتمد عليها كتير من الدول العالم، خاصه الشعوب الناميه، عشان نسبه البروتين عاليه، لحمه الغلبانيه زي العدس والترمس والحمص والحلبة والفاصوليا واللوبيا والبسلة الجافة والفول البلدي، كل ده محاصيل البروتين العالي. محاصيل الزيت فيها نسبة الزيت عالي، يستخرج منها الزيوت، والزيوت دي يا إما تدخل في الصناعات يا إما تدخل غذاء للإنسان، وممكن كمان تدخل في إنتاج الشحوم النباتية والكمبيوتر. زي ايه؟ عباد الشمس وفول الصويا والقطن والكتان والسمسم والخروع وغيرها من الزيوت. محاصيل السكر، وهي المحاصيل التي تحتوي او تستخدم لاستخراج السكر وفيها نسبة عالية من السكر، منها قصب السكر وبنجر السكر ومحصول الصاعد الواعد الاستيفيا. وممكن استخدم الذرة الشامية السكرية والذرة الرفيعة السكرية من محاصيل السكر. وكل جزء وكل نبات من النباتات ده بيستخرج منه سكر من جزء معين. القصب باخد السكر من ساق القصب، بنجر باخد السكر من الجذع، الاستيفيا من الاوراق، الذره السكريه الشاميه من السقاء من الحبوب، والذره السكريه الرفيعه من السقاء. بعد كده محاصيل الالياف، وهي المحاصيل اللي بتستخدم الحصول على بطلع منها الياف، بطلع منها فايبرز، وده بيستخدم في صناعة المنسوجات. طبعا الحبال والسيسل والدبارة والخش والخيام، كل ده يدخل في الفايبر كروبس او المحاصيل الفايبر. زي ايه بقى؟ زي القطن والكتان والتيل والجوت والسيزال، وفي النبات اسمه المانيلا، وفي كمان نبات اسمه القنب او الهمب او القنب الهندي، اللي هو بيستخدم للتخدير او ما يطلق عليه بالحشيش. يبقى انا شفت اهو المحاصيل الحقل تدخل في جميع اغراض الحياه، او كغذاء، كصناعه، زيت،
الياف، سكر، محاصيل حبوب، محاصيل بقول. خد كمان محاصيل علف، سواء كان علف اخضر سواء كان علف مركز، والمحاصيل العلف الاخضر والمراعي اللي بتستخدم في تغذية الحيوانات الماشية والإبل والأغنام والدواجن، إما مباشرة أو بتحويلها لسلاج ودريس، وزي البرسيم المصري والبرسيم الحجازي وحشيشة السودان والدنيب وحشيشة جونسون وبعض المحاصيل. ممكن أدخل الشعير كمان معايا وفول الصويا، كل ممكن يدخل تتداخل المحاصيل في استخداماتها. في محاصيل بيسموها المحاصيل الطبية زي الخروع واليانسون ومحاصيل المطاط ومحاصيل ورقية زي الحلبة ومحاصيل درنية زي البصل والبطاطا وحب العزيز ومحاصيل الصبغات، ويدخل فيها القرطم والحناء. تاني تقسيم على حسب طبيعة النمو، وده مهم برضه، اللي هو حسب الشيلف لايف بتاعه. وفيها بيقسم المحاصيل إلى ثلاثة أقسام. يعني ايه طبيعة نمو؟ دورة حياة، يعني النبات من منذ الزراعة حتى الحصاد بياخد فترة قد ايه. الانوال كروبس بتاخد فترة من منذ زراعة البذرة حتى الحصول على بذرة او حبة مرة اخرى لا تزيد عن سنة. بعض النباتات بتاخد 120 يوم، 110 يوم، بعضها بياخد 90 يوم، بعضها بياخد 70 يوم، بعضها بياخد 140 يوم زي فول الصويا مثلا، 130 140. دي بيسموها المحاصيل الانوال كروبس او المحاصيل الحوليه. والمحاصيل الحوليه ممكن اقسمها لحاجتين، محاصيل حوليه صيفيه ومحاصيل حوليه شتوي. المحاصيل الحوليه الصيفيه، لو يعني صيفية، المحاصيل الحوليه الصيفية بزرعها قبل الصيف في ربيع، وبتاخد أطول فترة نمو في الصيف، وتحصد في آخر الصيف في نهاية الصيف أو في بداية الإيه الخريف. عشان كده بيسموها المحاصيل الصيفية، علشان بتاخد أطول فترة نمو في الصيف، مثل الأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسرجم أو الذرة الرفيعة وفول الصويا والسمسم ودوار الشمس، كل ده محاصيل حوليه ايه صيفيه. وفول السوداني محاصيل حوليه شتويه، ودي عكس المحاصيل التانيه. يبقى انا بدأت محاصيل صيفيه من في ربيع، خدت اطول فتره في الصيف نمو في الصيف، وحصدتها في الايه في اواخر الصيف او اوائل الخريف. الشتويه بقى بتبدا من الخريف، بزرعها في الخريف وبتاخد اطول فتره نمو في الشتاء، وبتحصد في نهايه الشتاء او في اوائل الايه الربيع. ده بتكمل ده، وعندي السنه المصريه لما نيجي نتكلم بعد كده بتبدا من ايه، من 31 10 وتنتهي واحد، بتنتهي 1 11 السنه اللي بعدها. زي ايه بقى المحاصيل الشتويه الحوليه؟ القمح والشعير والبرسيم المصري، قمح وشعير وبرسيم مصري، القمح والشعير والايه والبرسيم المصري، المحاصيل الحوليه الشتويه طبعا. والشوفان بيدخل تحت المحاصيل الايه الشتويه. المحاصيل بقى، يبقى احنا خدنا قسمنا اهو على حسب درجه الحياه وطبيعه النمو، محاصيل حوليه حطينا تحتهم حوليه صيفيه وحوليه شتويه. تاني حاجة بقى المحاصيل ثنائية الحول، ثنائية الايه الحول، محاصيل حولية محاصيل ثنائية الحول اللي هي ذات حولين. دي بقى بتاخد فترة أكتر من سنة، تاخد فترة أكتر ايه من سنة. السنة الأولى تديني مجموع خضري، والسنة الأولى بعد كده بتزهر، تطلع أزهار تزهر في العام القادم العام التالي، وبعد كده بتعمل دورة حياتها وكم دورة حياتها في السنة التانية زي بنجر السكر والبصل وغيرها.
المحاصيل المعمرة بتقعد أكتر من سنتين، بتقعد أكتر إيه من سنتين، وهي من أول ما تحط البذرة حتى حصول البذرة التانية مرة أخرى قد تزيد عن سنتين، وممكن تدي بذور في عام، في بداية العام، من كل عام من بداية الزراعة، يعني كل سنة بتدي لي إيه بذور، وقد يتأخر إظهارها من زمن ثم تكون البذور ويستمر ذلك طول حياتها. اعرف المحاصيل الحولية بتقعد أكتر من كذا سنة، حتى لو ادتني آخر الموز آخر العام بذور برضو هتكمل تاني معايا سنة واثنين وثلاثة، وحتى قد تصل إلى من 7 إلى 9 سنوات. ده أنا بتكلم على المحاصيل المعمرة زي البرسيم الحجازي وقصب السكر والاستيفيا والإيه ونبات الاستيفيا اللي هو المحصول السكر الصاعد الواعد اللي هو يستخدم السكر بتاعه في بيتناول الناس المرضى او اللي عندهم المرض السكر والعياذ بالله. ممكن اعمل احول المحاصيل الحولية تسلك المحاصيل ذات الحولين او العكس بتغيير بعض الايه الظروف، ممكن احول نباتات ثنائيات الحول تسلك نباتات الحولية اللي هي عملية الايه فيرناليزيشن او الاتباع. لما نيجي نتكلم ان انا بعرض بعض النباتات النباتات ثنائية الحول لعملية الاتباع علشان احولها لنباتات حولية، ده اللي يهمنا في الوقت الحالي نعرفه. تالت تقسيم من ضمن تلت أسس أو تلت تقسيم على زراعي على حسب الموسم الزراعي. هقولنا بقى محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية ومحاصيل نيلية أو متأخرة. على مستوى العالم بيقسموا محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية، وقلنا إيه هي المحاصيل الشتوية، قلنا إيه هي المحاصيل الصيفية. دخلنا بقى كتالت حاجة المحاصيل النيلية أو الصيفية المتأخرة. المحاصيل النيلية مرتبطة بالنيل، وكانوا بيسموها على حسب فيضان النيل، ودي بتزرع في نص يوليو لحد نص أغسطس، وبتكمل نموها خلال فصل الصيف، وبعد كده بتحصد في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء، زي رز النيل والذرة الشامية النيلي، وطبعا سميناها بالاسم ده علشان فيضان النيل. وعندنا أمثلة هي المحاصيل الشتوية، البرسيم المصري والقمح والشعير والفول البلدي والحمص والحلبة والترمس والعدس، وميعاد زراعتها في أغسطس أكتوبر، ونبدأ كمان بالسبتمبر، يعني البرسيم بينزرع في آخر سبتمبر أو نص أكتوبر. المحاصيل الصيفية يبدأ زراعتها في مارس أبريل مايو، وتحصد في مايو يونيو وإيه وتنمو أصل في مايو يونيو ويوليو، وتحصد في أول الخريف أو أوائل الشتاء، ومنها الرز والذرة الشامية وعنبال الشام. التقسيم الرابع على حسب الاستعمال الخاص، أنا هوجه المحصول لفين. لو استخدمته محصول تغطية عشان أمنع وأقلل التعرية والكلام ده كله، وبعد كده هحوله سماد أخضر في التربة زي البرسيم والري والخردل، وده متبع في مصر غير متبع في مصر لان الجو كويس سموها كفر كروب. لو انا استخدمت سميد اخضر ان انا بزرعه واخد منه حشه او حشه واقلبه في الحشه وبعد كده اسيبه يطلع واقلبه، ده بيسموه التسميد الاخضر، وده بيزود خصوبه التربه، وتفضل المحاصيل بكلها لان هي بتعمل زياده للازوت مش الازون، للطبق اللي بتزود نسبة الأزوت في التربة اللي هو النيتروجين في التربة مثل البرسيم المصري والبرسيم الحجازي وفول الصويا وغيره. محاصيل تحريش اللي هي المحاصيل الكاتش كروب اللي هي المحاصيل المؤقتة اللي أنا أزرعها قبل محاصيل قبل محصول رئيسي زي البرسيم مثلا قبل القطن، أو فشل إن زرعت محصول وما طلعش وحصل فيه مشكلة بزرع محصول قبل المحاصيل الإيه الأخرى. محاصيل سلاج يبقى انا هزرع على اساس احولها لسلاج زي الذره الشمال الذره فيها البرسيم والنبي العنب فول الصويا، وغالبا في مصر ما بيستخدموا هو اكتر حاجه بيعملوها سلاج الذره اللي ايه
الشامية، وسلاش عبارة عن أقرب صورة طازجة أحفظ بيها الإيه؟ النبات، ويستخدموه في علف للإيه؟ للحيوانات. محاصيل تحميل، أنا هأزرع محصولين في نفس قطعة الأرض مع بعض، زي الذرة الشامية مع الفول الصويا، وزي البصل مع القطن، وممكن كمان احمل البصل مع الايه، مع قصب السكر، ازرعهم في نفس قطعه الايه الارض. محاصيل نقديه الكاش كروب، وهي المحاصيل تزرع بغرض البيع النقدي او عايز فلوس، اللي هي القطن والارز قصب السكر والدخان والبطاطس وغيرها من المحاصيل. محاصيل تقسيم على حسب الاحتياجات المناخيه. تقسم محاصيل الى قسمين، محاصيل مناطق الحاره وشبه الحاره، محاصيل المناطق المعتدلة، ده على حسب درجة الحرارة اللي بيحتاجها المحصول. فلو كان بيحتاج درجة حرارة عالية عشان تديني نمو متزن ونمو اقتصادي، ويديني مادة جافة عالية وكمية محصول أعلى، القطن والأرز والقصب والجوت اللي هو الملوخية يعني، والذرة الشامية والذرة الرفيعة منه. المناطق المعتدلة بتحتاج درجة حرارة معتدلة عشان يديني نمو اقتصادي ويديني كمية محصول كبيرة، وده القمح والشعير والشوفان والري والبرسيم والكتان. محاصيل على حسب عمق الجذور، ففي محاصيل سطحية الجذور بتنمو على سطح التربة خلال 10 سنتي أو 30 سنتي بتاع التربة، زي القمح والشعير والبصل. محاصيل متوسطة الجذور، الذرة الشامية والفول والذرة الرفيعة، ومحاصيل توصل ل 60 سم، ومحاصيل متعمقة الجذور زي البرسيم الحجاز والقطن ومعظم النباتات المعمرة، وده قد تصل الجذور إلى أكثر من متر. هجمع طبعا في تقسيمات على حسب درجة ثاني أكسيد الكربون، وعلى حسب الكفاءة التمثيلية، وعلى حسب ال تخليق ثاني اكسيد الكربون اللي هي سي 3 وسي 4، المحاصيل ثلاثيه الكربون ورباعيه الكربون وثلاثيه الكربون، على اساس المركب الناتج في النهايه بيبقى ذو 3 ذرات كربون، ودي عباره عن المحاصيل ضيقه الاوراق زي القمح والشعير والرز، والمحاصيل زي رباعيه الكربون زي الذره الشمال والقصب السكر، واللي بينتج مركب ذو 4 ذرات كربون. وفي محاصيل على حسب الكفاءة التمثيلية، في محاصيل ذات كفاءة تمثيلية عالية اللي هنا بتستخدم ثاني أكسيد الكربون وبتديني مادة عالية ومادة جافة عالية، وفي محاصيل ذات كفاءة تمثيلية أقل اللي هي في بتستخدم كمية كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون وتديني إيه في فترة طويلة، تديني تديني محصول. ممكن أقسم بقى، أجمع التقسيمات كده بطريقة مبسطة على حسب نوع المحصول، محصول الحبوب، محصول العلف، محصول السكر، محصول البصل، والمحصول اسم المحصول قمح وشعير وذرة كذا، والموسم الزراعي بتاعه ايه، وموعد الزراعة كذا، مدة بقائه في الأرض، ومعدل ايه الحصاد زي ما احنا شايفين في الجدول اللي عندنا وذكرنا بالتفصيل قبل كده. وكانت المحاصيل اللي السابقة دي محاصيل ذات الفرقة الواحدة، قمح وشعير وذرة شامية وأرز وحشيش السودان والدنيب وقصب السكر والبصل، كان محاصيل ذو فلقة واحدة. محاصيل ذات فلقتين، القطن والتيل والكتان وفول الصويا والسمسم والكركم والكانولا والفول البلدي والترمس والحلبة والعدس وفول الصويا. وده موسم بتاعه صيفي، وده موسم صيفي، التيل صيفي والكتان شتوي، ومواعيد الزراعة ومدة بقائه في التربة وميعاد الحصاد لكل محصول من المحاصيل عندي. أشكركم على حسن المتابعة، أتمنى لكم التوفيق. معلش المحاضرة كانت النهاردة طويلة، لأن كان لازم نلم حتة التقسيم دي، وإن شاء الله تكون المحاضرات اللي بعد كده تكون خفيفة. أتمنى لكم التوفيق ومع السلامة.